29/4/2011 مئات الألوف تأتي من المنطقة الغربية لمدينة حوران ولمدينة الحنيطرة لنصرة إخوانهم في مدينة درعا، ويأتون عاري الصدور ويحملون أغصان الزيتون. وهناك إطلاق نار كثيف عليهم لمحاولة تفريقهم، وكلما أطلق النار يزدادون عزيمة ويمضون إلى الأمام ويصرخون الله أكبر. إصابات. أين الأمم المتحدة؟ أين روسيا والصين؟ لترى هذه المناظر ولترى نظام بشار الأسد. الغزافي على الحوالي. يا عمي في قناصات يا أخي الإمام الإمام الإمام